تشاؤم نلتقي فيه وإياكم من جديد في هذا الفضاء البارد لنحتفل جميعا ولنلتقي ويتحقق باجتماعنا هذا الاحتفال الذي يميز المسرح ويجعله لحظة للحجة، لحظة للدهشة، ولحظة للقاء. السيد عامل صاحب الجلالة على تقديم كذا. السيد مدير مديرية الفنون. السيد مستشار وزير الثقافة. السيد الكولونيل ماجور قائد الجامعة قائد الحامية العسكرية. السيد رئيس جهة كذا الحسيمة دولة. السيد رئيس المجلس الإقليمي. السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة كذا. السادة النواب والمستشارين البرلمانيين. السادة رؤساء الغرف المهنية. السادة رؤساء المصالح الأمنية. ممثلو الصحافة. ضيوفنا الكرام. أيها الحضور الكريم. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في الدورة 16 للمهرجان الدولي لمسرحية الطفل الذي تتشرف مدينة كازا باحتضانه. هو لحظة أخرى للقاء، هو موعد آخر لكي نلتقي بالجمال ولكي نتيح لأطفالنا لحظات من التألق على خشبة المسرح. مرحبا بكم مرة أخرى ونتمنى أن تسعدوا بهذا اللقاء معنا إن شاء الله.